أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. الحجر في رمضان بالمغرب. التراخي في شهر الصيام أو تخفيف الإجراءات الاحترازية سيكون مخاطرة، والتراويح والازدحام في المقاهي ودعوات الفطور ستساهم في تفشي الوباء. أكد مصدر مسؤول أن تمديد إجراءات الحجر في رمضان لابد منها من أجل تفادي الموجة الثالثة من الوباء، خاصة أن حالات الإصابة في مد تصاعدي منذ أسبوعين، إضافة إلى اكتشاف بؤر وبائية للسلالة الجديدة ببعض المدن، والتوجه نحو إغلاق المؤسسات التعليمية واعتماد التعليم عن بعد إثر اكتشاف حالات جديدة، مثل ما وقع بثانوية ديكارت بالرباط واليوطي بالبيضاء. وفي اتصال مع الطبيب حمدي، حذر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي بمناسبة رمضان، لأن صلوات التراويح في المساجد والشوارع والزحام في المقاهي لا يمكن إلا أن يساهم في تفشي الوباء. وقال في اتصال مع الصباح، يستحيل التراخي في رمضان أو تخفيف الإجراءات الاحترازية، فالأنشطة الاقتصادية الليلية التي تقام خلال شهر رمضان ليست مدرة للدخل بشكل كبير، كما أن هذه المناسبة الدينية فرصة للتجمعات العائلية وتلبية دعوات الفطور والسحور بين الأهل والأصدقاء، وهو ما من شأنه المساهمة في انتشار العدوى بشكل كبير.